بركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لكم على معادلة حلوة جدا اسمها سيكونس. سيكونس كلمة كده ترجمتها اللي هي التسلسل او سلسلة. سيكونس دي اللي احنا بنعملها كده بالعقل اللاواعي، اللي انت مثلا لما تكون عايز تعمل تسلسل مثلا واحد اتنين، فانت بتروح معلم كده وتروح ساحب لحد تحت كده مثلا، اللي هو التسلسل ده واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. طب السيكونس دي ايه فايدتها عن الموضوع ده؟ سيكونس ان انت مثلا بتيجي هنا كده، لو انت عايز تعمل الف سيريس، الف سيريال، هتروح عامل ايه؟ سيكونس اهي، سيكونس اهي، دي برضو هتلاقيها في الاوفيس ال 2021 فيما فوق بقى، 2021 365، مش هتلاقيها في الفيرجن اللي اقل من كده. سيكونس اهي، تدوس عليها مرتين اهي، وبيقول لك انت عايز كام عدد رو. هتقول له مثلا عايز 2500 رو، وتروح قافل القوس اهو، تروح دايس انتر اهو. بص لحد، بص تنزل تحت خالص لحد 2500 رو. طب تمام، تعال نمسح دي. طب احنا ممكن بقى نعملها بحاجات تانية احسن. سيكونس اهي، نقول له ممكن ايه، احنا عايزين، بص كده ركز بقى، احنا عايزين كام رو؟ احنا عايزين 2500 رو مثلا، 2500 رو. طب على كام كولوم؟ ننقل مع المعادله اللي بعديها، على كام كولوم؟ على مثلا على ثلاث عواميد. طب وعايز نخليها مثلا دي كده وخلاص، هيدوس انتر اه، 1 2 3 4 5 6 7، جميله جدا. لحد دي بقى احنا عايزين 2500 رو، هي فعلا 2500 رو، بس طبعا لما احنا عديناهم على ثلاث عواميد، طبعا ال 2500 اتضربوا مرتين، 2500 و2500 دي كده 500000، و2500 تانيين قد كده 7500. طب تعالى نعمل حاجه جديده مثلا، وليكن انا عندي الدول اهي، ليبيا، كندا، تشاد، مونتينيجرو، الكلام ده كله. فانا عايز كل ما اجي اكتب دوله هنا يظهر لي كود بتاعها. فانا وليكن مثلا انا هعمل لليبيا مثلا كود، وليكن اللي هو رقم 100، تمام، 100 مثلا، وكندا دي مثلا 101، تمام. ركزوا بقى في اللي انا هعمله. فالمفروض ان انا لما اجي اسحب دي كده هتبقى كام؟ لحد 107. فالمفروض لما اجي اكتب هنا مثلا مثلا ايجيبت او مثلا اسوان او ايا كان، المفروض ان هي اوتوماتيك تسمع لي 108 عشان ما نغلطش في موضوع التسلسل ده. فهنحصل ايه بقى؟ هقول لك نعمل ايه. بص اسمع بقى في المعادله دي، المعادله دي جامده قوي. هنقول اول بيساوي ايه؟ بيساوي سيكونس. انت عايز كام رو؟ هتقول له مثلا انا عايز، يقول لك انت عايز كام رو هنا؟ هتقول له انا عايز مثلا 300 رو، 300 عمود، 300 قصدي صف. طب تمام، على كام عمود؟ هتقول له مثلا واحد، او لو سبتها فاضيه كده كده يعرف لك ان هي واحد. الستارت انت عايز تبتدي من كام؟ يعني عايز تبتدي الاي دي اللي انت تدي لكل دوله اي دي كام، او كل دوله سيريال كام؟ تقول له مثلا 100، من اول رقم 100. طب الستيب دي او الانكريمنت دي، انكريمنت اللي هي بقى ايه؟ ان انت عايز تنط كام، يعني تنط قد ايه؟ يعني مثلا واحد او اتنين، يعني مثلا عايزها مثلا 101 102 103، ولا عايز مثلا 105 110، يعني تنط خمسه، يعني مثلا 105 بعد كده 110 115، ولا عايز تنط بالواحد اللي هو 101 102 103. فانا اقول له مثلا نخليها بالواحد، وبعد كده اقفل القوس وادوس انتر. فليبيا اهي، ركز اهي، ليبيا بقت 100، كندا بقت 201. فطبعا لما اجي ادوس هنا مثلا وليكن اكتب مثلا تشاد مثلا، ولا اعمل اي حاجه، اي بقت كام؟ 108. سيبك من تشاد مثلا، نكتب مثلا اسوان مثلا، ايا كان ايا كان اي حاجه، اسوان بقت 108 وهكذا. لحد احنا قلنا كام؟ احنا قلنا اللي احنا عايزين كام؟ 300 رو، او هو حتى عمل لك 300 رو. بس انا بقى عايزها بطريقه حلوه شويه. هقول لك تعملها ازاي بقى بطريقه حلوه شويه. هنروح ماسحين دي خالص. مش احنا في عندنا معادله اسمها كاونت، كاونت ايه قصدي؟ دي بتعد الحاجه، يعني مثلا تدوس كده كاونت اي اهو، وهتيجي مثلا تعلم عليهم كده وتروح قافل الكوس، هيقول لك دولت 10. لما تيجي تعدهم دولت كلهم كده هيقول لك 10 اهو، 10 عددهم. طب احنا مش عايزين العنوان اللي فوق ده، دي كونتري، دي اسم يعني دي البلد. فهنروح عاملين ايه؟ كاونت اي ناقص واحد، واحد هو واحد اهو، دوس انتر بقت 9. فكده بقى عندنا ايه؟ لو جيت كتبت هنا مثلا ايا كان اي كتابه هنا هتبقى 10. بس طبعا ال 10 دي بتعد من غير العنوان اللي فوق. طب ما احنا كده بقى عندنا الفكره بقى، هنعملها ازاي؟ بص بقى خليك معايا بقى معلم.
هنروح عاملين فكرة حلوة قوي، هنروح جايين هنا كده ونمسح دي ونكتب سيكونس. تمام، بيقول لك عدد الصفوف انت عايزها ايه. هنروح بقى كاتبين بقى المعادلة اللي احنا كنا كاتبينها، كاونت اي اهي، ونروح معلمين على المدى ده كله، ونقفل القوس ونعملها سالب واحد اللي هو يبقى كل المدى ده بس ناقص واحد اللي هي العنوان اللي فوق. وبعد كده انت عايزها على انهي عمود، هنقول له على نفس العمود ده اللي انت فيه، ما تكتبش اي حاجه، هنروح ناقلين على اللي بعدين. انت عايز تبتدي من رقم كام، اقول له انا عايز ابتدي من رقم 100. عايز تعد كام، اقول له مثلا عايز اعد خمسه مثلا، 105 110 115 120 وهكذا، ونقفل القوس وندوس انتر. ايوان هي دي، بص بقى المنظر جميل ازاي، اهو بقت 100 105 110 115 120 بقت بتنط بالخمسه. طب لو انا جيت كتبت هنا مثلا وليكن مش عارف مثلا ايمن مثلا او ايمان مثلا، اهي 150. شفتوا بقى الفكره؟ طب تعالوا مثلا نكتب مثلا وليكن يارا بقت 155. طب نكتب مثلا شيماء بقت 160 وهكذا. طب تعالوا نكتب هنا مثلا كده اي حاجه اهو 165 عشان هي بتتكتب من اول هنا، يعني ما ينفعش تسيب الحاجات دي كلها فاضيه، فهمت؟ ونمسح هنا تيجي هنا. بص الموضوع ده جامد قوي. دي بقى بتفيدك في ايه؟ انا بتفيدني انا لو انا بكود مثلا محلات او بكود مثلا منتجات او اي حاجه، ان انا ما اتلخبطش في السيكونس، او ما اتلخبطش مثلا انا اقعد اكتب هنا 100 105 110 وهكذا. لا، هو بقى المعادله موجوده، والمعادله دي يا جماعه اسمها معادله دايناميك اري، يعني دي قلتها، دي يعني معادله اسمها معادله مدى متحرك، اللي انت بتكتب المعادله من فوق وهي بقى بتنزل لوحدها من غير ما تقعد تسحب المعادله، زي احنا متعودين ان احنا كنا بنقعد نسحب المعادله كده، لا هي دلوقتي بقى بتتسحب لوحدها. دي اسمها دايناميك اري، والدايناميك اري دي ظاهره بقى في الحاجات الحديثه، فدي بصراحه يا جماعه دي اختراع لوحدها. بس كده، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد حسين من قناه الشاشه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.